الملك الدائم لله وحده، ما أحد فيه له ملك، حتى المال الذي تملكه أنت، ملك المال، المال اللي أنت ملكته هل هو ملكك؟ قل هذا مالي، مالي، أنت عم تقول أنه هذا مالي يعني ما إلي، فإذا كان هذا المال ما لك، إذن لمن؟ هو لله. والذي يملك المال، يلي أخذ المال، أخذ المال أمانة، الله وضعه عندك أمانة لحتى تأدي لي حقه. مما جعلكم مستخلفين فيه، فأنت مستخلف على المال حتى تنفق المال، أما أنت تضعه عندك من غير ما تنفقه فأنت ما أديت الأمانة. تبارك الذي بيده الملك، المتصرف فيه على العباد، أرزاق العباد، عافية العباد، الخلق، أخلاق العباد، عطاؤهم، نعمهم، كل ذلك بيد الله سبحانه. وهنا نقطة بسيطة، الله عز وجل يوسع الخلق الرزق على البعض ويقلل الرزق على البعض. ليش هذا أعطينا وهذا منعه؟ العطاء على قدر الحب، والمنع على قدر الانشغال بالغير. كلما شغلك بالغير أكثر بيقلل عليك الرزق، وكلما تقربت إلى حبه أكثر يوسع عليك الرزق. هاي نقطة ما انتبه الناس إليها، بيظنوا أنه بجده باجتهاده وبشغله عم يجمع المال. جمع المال على قدر الحب، أحببت الله عز وجل فأعطاك، نسي الحب منعه. هاي لأهل القرب. هاي أما في ناس الله بيعطيهم المال وهن على الخطايا والمعاصي، ونمد له من العذاب مدا. في الأغنياء بنمد لهم كمان، بيعطيهم إما أن يتقبل الله فيكون محبوبا، وإما أن يبتعد عن الله. أما أهل الإيمان زيادة الخير لهم على قدر زيادة حبهم، هذول أهل الإيمان. فكن من أهل الحب يزيد الرزق عليك، وإياك أن تبخل بالحب على الله ورسوله فيقل رزقك. لذلك سيدنا عثمان كان رزقه قليل ولا كثير؟ عبد الرحمن بن عوف، سيدنا أبو بكر الصديق كان رزقه كثير. لما قال لهم أنفقوا المال خلالهم المال، لأنه عطاء إلهي، أعطى المؤمنين كرامة وأعطى المنافقين والكافرين بشدة الحساب، حتى شدة حسابه عليهم، تعالوا منين جبت وين صرفت. فالعطاء عطاء، لكن هذا يعطى كرامة وهذا يعطى شدة وحسابا. تبارك الذي بيده الملك.